رقم ثلاثة، وسادة من أدم حشوها ليف. إيه وسادة من أدم حشوها ليف؟ يعني فرشة وعليها مخدة، المخدة دي مصنوعة من جلد مدبوخ ومحشية ليف. دي مكونات أثاث البيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ده العفش. طب لما يعملوا فرح النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يجي يتجوز رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن النبي كان يولم، يعني يعمل وليمة في الفرح بتمر. وبعض نسائه صلى الله عليه وسلم في الزواج، أول ما النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بسويق. السويق ده طعام مصنوع من الحنطة والشعير، قمح وشعير، يعني عيش مخبوز. يعني أقدر أفهم يعني حاجات بسيطة جدا لنقدر نقول عليها الاحتياجات الملزمة. الاحتياجات